يصير مش انه بتنيله خلاص وحده هون ولاحقا بعد كم سنه بتنيله الفرح، هي حزمه وحده وبتحصلوا عليها كلها سوا. الفرح بيتامن بشكل مستمر بحياتنا من خلال حضور الروح القدس. ولاجل هيك قال بولس لاهل رومي بالاصحاح 14 لعدد 17 قال: لان ليس ملكوت الله اكلا وشربا، بل هو بر وسلام وفرح في الروح القدس. الفرح هو احد ثمار الروح القدس، وهالثمر رح يتدلى منكم بوضوح لما تكونوا بطاعه تامه لكلمه الله. لما تكون الطاعه عم تشتغل بحياتكم رح تختبروا فعلا فرح الرب. ورح خبركن من اختباري الشخصي المؤلم، المؤلم كتير. عدم الطاعة لكلمة الله رح يسلبكن فرحكن، رح يغطي على فرحكن. هيدا ما بيعني بالضرورة انه رح تخسروا فرحكن تماما، لانه بيضل موجود، لكنه مخبى تحت كل فوضى هالعالم، هموم هيدا العالم ومشاكل هيدا العالم يلي بيحملها لحياتكن. وعدم الثقة بوعود الله رح يغطي فرحكن. لأجل هيك قال إرميا ب 15-16: فكان كلامك لي للفرح ولبهجة قلبي. لما تكونوا مطيعين فعلا لكلمة الله فرحكن رح يتعمق حتى بالأوقات الصعبة، حتى بالأوقات العصيبة، حتى بالأيام المظلمة. لأجل هيك قال يعقوب بالإصحاح 1 العدد 2: احسبوه كل فرح يا إخوتي حينما تقعون في تجارب متنوعة. أخيرا بدي أقول لكم أنه فرح المؤمن بيصير كامل لما بتركزوا على رجائكم بالسماء. رومية 12-12: فرحين في الرجاء. كنيسة اليوم بالقرن 21 فقدت قوتها بالعالم لأنه فقدت فرحها. كيف؟ لأنه صرنا مركزين تماما على هالعالم، صرنا كتير مركزين على استراتيجيتنا، صرنا كتير مركزين على نمطنا، صرنا هالقد مركزين على شو منحب بهالحياة، صرنا هالقد مركزين على هالحياة لدرجة انه نسينا حقيقة موطننا الأبدي. جون نيوتن يلي بتعرفوه ككاتب الترنيمة العظيمة Amazing Grace كان راعي رائع، وبأحد الأيام راح ليزور سيدة بكنيسته خسرت كل شيء بكل بساطة نتيجة حريق بيتها، أكلته النار وكل ممتلكاتها اللي عندها بهالعالم راحت مع الدخان. وقال نيوتن: أنا جايب لك خبر فرح رائع. فسألته: شو فرح وكل ممتلكاتها أكلتها النار؟ قال: لا لا أبدا، خبر الفرح بأنه عندك ممتلكات كتيرة النار ما فيها تلمسها. هذا بيستحق أمين.